السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة إزالة حساب الآي كلاود من أجهزة الآي أو إس، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود، لجميع الإصدارات، سواء كانت آي 7 8 9 بكل تحديثاتهم لا توجد أي مشكلة. عندما أقول طريقة إزالة الآي كلاود أقصد بذلك الأجهزة المفتوحة والتي لازلت تستعملها وليست الأجهزة المغلقة. فعندما تقوم باستعمال هاتف آيفون تستعمله يعني مفتوح لا توجد به أي مشكلة، ولكن يوجد حساب آي كلاود في هذا الهاتف لا تعرف كلمة السر الخاص به أو نسيت كلمة السر الخاصة بهذا الحساب ولا يمكنك استرجاعها وكل هذه المشاكل. فعندما تقوم بعمل ريستور وعليه هذا الحساب ووضع العثور على الآيفون مفعل سيغلق الهاتف ولن تستطيع استعماله مرة أخرى، فبالتالي لا يمكنك عمل ريستور يمكنك ولديك فرصة كبيرة جدا الآن لحذف هذا الحساب من هاتفك، وبالتالي تستطيع استعماله، وضع حساب اي كلاود أنت خاص بك عليه، تعمل ريستور بدون أي مشاكل، يعني لديك فرصة كبيرة جدا وهاتفك مفتوح وتستعمله الآن. كل ما عليك فقط هو الجيلبريك والهاتف مفتوح. ستمر معي الآن إلى الشرح حتى أريك طريقة حذف هذا الحساب نهائيا، وبالتالي تستطيع إضافة الحساب الخاص بك حساب جديد، عمل ريستور بدون أي مشاكل. فلهذا لا تبتعد كثيرا وابقى معي. إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم، عندما أنتقل إلى الإعدادات وأدخل إلى الآي كلاود ستجد أنه يوجد حساب آي كلاود في هاتفي. في حال قمت بالضغط على تسجيل الخروج هكذا، تسجيل الخروج، سيطلب منك الباسورد، وبالطبع أنت لا تعرف الباسورد. كذلك إذا فعلت أو قمت بإلغاء خيار الفايند ماي آيفون سيطلب منك كلمة السر. فبالتالي وجب عليك القيام بجيلبريك كما قلت لك، بعد ذلك تقوم بالدخول إلى السيديا وتنزيل تطبيق آي فايل، هذا التطبيق المعروف، يعني تطبيق متداول لا يوجد أحد لا يعرفه، تطبيق الآي فايل تقوم بتحميله من السيديا. إذا بعد ذلك تقوم بالدخول إلى تطبيق الآي فايل. الآن ستنتقل إلى اللايبرري، هنا تنتقل إلى اللايبرري، هذا الخيار تقوم بالضغط عليه، بعد ذلك ستختار خيار الأكاونتس كما ترى أمامك، هنا خيار الأكاونتس، بعد ذلك ستقوم بحذف هذان الثلاث ملفات هكذا، حذف حذف حذف، تقوم بإغلاق الإعدادات طبعا وتطبيق الآي كلاود أيضا. الآن عندما تقوم بالرجوع إلى الآي كلاود ستجد أن الحساب لا يزال موجود بالفعل أو تم إزالته، يعني كما ترى مشاهدي الكريم تم إزالته. في بعض الأحيان يتوجب أو يستوجب منك أو يضطر إلى أو تضطر إلى إغلاق والفتحه، إغلاق الهاتف وإعادة فتحه، ولكن كما ترى أمامك هنا في هذه الحالة لم يتطلب مني إغلاق الهاتف وإعادة فتحه، فتم حذف حساب الآي كلاود بكل سهولة كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، تم إزالته بكل سهولة بنجاح. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ورجاء أن إذا أعجبتك هذه الحلقة وكانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي، فأريد أن أعلمكم بأنه يوجد حلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي، يعني حلقات في كافة المجالات، أغلبها في مجال الآيوس. للاشتراك في القناة فقط تضغط على زر سبسكرايب للآن في الفيديو على يمينك أو أسفل الفيديو، يمكنك الضغط على زر سبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين توفيق بأمان الله.